في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام قال: قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه طلب لهم السقيا لما لحقهم العطش في التيه، وضجوا بالبكاء إلى موسى عليه السلام وقالوا: أهلكنا العطش. فقال موسى عليه السلام: اللهم بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء، وبحق علي عليه السلام سيد الأوصياء، وبحق فاطمة عليها السلام سيدة النساء، وبحق الحسن عليه السلام سيد الأولياء، وبحق الحسين عليه السلام سيد الشهداء، وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاء. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل أناس، كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب مشربهم، فلا يزاحم الآخرين في مشربهم. وقد توسل النبي موسى عليه السلام بالخمسة أصحاب الكساء عليهم السلام لينجي الله قومه من فرعون وجنوده حينما وصلوا ساحل البحر ولم يكن لهم طريق للهرب. ففلق الله له البحر ونجاهم من عطش فرعون. ففلق الله له البحر ونجاهم من عطش فرعون.